الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما نتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحه جيده تنشكر الناس اللي تيدعموني وتيفرحوا ليا وتنشكرهم بزاف على الدعم ديالهم وتنقول لهم كاينه قناه تانية حطيتها تحت الامر ديالهم وان شاء الله غادي نجاوب على الاسئله ديالهم كامله في هذيك القناه التانية كل وصفه غادي نحطها باذن الله لواحد القهار على حسب الامور على حسب الصحه على حسب آه على حسب الوصفات اللي كانوا عندي في المنزل راني غادي نخدمهم بسرعة ما أه تنبخل على التوحد ولكن كاين واحد المشكل هو انني عندي مرض السكر تنعيا أه تنعيا الدغيا أه أه اذا مع الوصفات ومع المونتاج ومع داكشي تنعيا اذا تنتمنى انني نحط لكم وصفات رحمانيه باش منها وفي نفس الوقت انكم تعذروني في التعليقات الى ما جاوبتش ماشي ما تنبغيش نجاوب ولكن الصيغه اللي جبت لكم تتجاوب على بزاف الاسئله ديال الناس اي واحد بغى تحقيق الامنيه بالنسبه اللي عنده الولد ما تسمعش كلام البنت اللي حطات ليا عندها مشكل مع بنات خالها عندهم كيسبقوها لاي امر بغات تديرو تيسبقوها لهداك الامر تيحسدوها الحسد عندكم الناس الامنيات بالنسبه اللي عنده بغى يتزوج البنت ولا ولد عندكم مشكل ديال المال اي حاجه معجزه قرانيه باذن الله الواحد القهار غادي نخدموها بواحد الصيغه زوينه ولكن حاولوا اما الخميس والجمعه ولا ديروها فجر فجر عيد المولد النبوي اما خذوا نهار كريم الجمعه والخميس والجمعه واما تاخدوها فجر العيد النبوي تحقوا كاع الامنيات اللي بغيتوا وانتوما من بعد بقاو مره في الاسبوع مره في الاسبوع حتى ربي حق لكم الامنيات ولكن سريعه في آه سريعه في علاجات آه الرحمانية وسريعة في المطالب إذا حبابي في الله ما نطولش عليكم بزاف ولكن غادي نعطيكم الصيغة الكريمة وانتم ما تديروها وغادي إن شاء الله غادي يكون عندكم يقين في كل الأمور تالناس اللي ما تيصليوش تالناس غادي يصلح لي الله حالهم ويشدو في الصلاه حاولوا الناس اللي باغين يواظبوا على الصلاه يحاولوا يديروا هذه الصيغه الكريمه لانها صالحه باذن الله الواحد القهر وهي صالحه في الامنيات اي امنيه تنتحدى اي واحد اي حاجه كانت غادي تتحقق بعد الامنيه إذن الصيغه قرانيه خطيره ولكن آه نديرها بتمعن وبوضوء وبصلاه على النبي اول حاجه غادي ناخذ يبقى ساعه الفجر باش يصبح العيد الكريم عيد المولد النبوي هو عيد ذكرى عيد نبوي ذكرى ما تعيدوش الناس فيه ولكن تبقى ذكرى نبوية لأنه تزاد فيها تزاد فيها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ومات فيها آه باذن الله الواحد القهار آه تنصليو على الرسول كاملين ونحاول نديروا هذيك الليله الكريمه ليله غادي نحاولوا نصليو بزاف وحطوا لي الصلوات بالصيغه اللي بغيتوها آه انا تنحب اللهم صلي على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما هذه الناس يحطوها لي في نهار الخميس يحطوها الصيغه يقراوها الصيغه العدد اللي بغاو ليكثر المال الصلاه كاع كاينين الصيغات بزاف ديال الصلاه على النبي ولكن اي صيغه بغيتي ولو تصلي عليه صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم صلاه الابراهيميه تيم زيانه ولكن حاولوا نتوما تصليو بالصيغه اللي بغيتو وكاينين بزاف الصيغات اذا نحاولوا أن نعطروا المكان نعطروا المكان انا ديما نأخذ العود لانني عزيز عليا الريحه ديال العود هذه ريحه العود والمسك نحاول ان شاء الله بحول الله وقواته نعطر المكان ونبدا على بركه الله نلبس ثوب فضفاض ونتقبل الى القبله وناخذ التسبيح ديالي ونحط واحد في قرعة الماء أمامي نحلها باش تأخذ طاقة الطاقة النورانية ديال هذيك القراءة اللي غادي تقراي وغادي نحاول أنني نهز التسبيح غادي نهز التسبيح ولكن نصلي على الرسول أولا نصلي على الرسول غادي نخرج بسم الله الرحمن الرحيم 700 أستاء أثمانين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وأنا خاشية صبعي في القنينة خاشية أنتم شوفو خاشية الصبع ديالي في القنينة وأنا هزت بيه تنحسب العدد كامل نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام 19 مرة وغد نبدأ بعد ما صليت نصلي ركعتين لتسخير الامور واي امنيه اي امنيه حطيتيها في بالك اي الانجاب الاولاد الصلاه بغيت نكون مزيانه في حياتي بغيت اوراق بغيت نسافر اي امنيه غادي تحطي صبعك هكا ونتي امنيتك في خاطرك ولكن مخرجه النيه على حساب هذيك هذاك آه غادي تهزي صلي على الرسول 19 مره بالصيغه اللي بغيتي ونحاول انني نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم حتى اكمل 786 ثم اصلي على النبي عليه الصلاه والسلام 19 مره، عاده نقول الدعاء الدعاء تقولي الدعاء, الدعاء اللهم. إني أسألك بحقي بسم الله ثم إني أسألك بحقي البسملة الشريفة البسملة الشريفة أو بسم الله الشريفة أن تعطيني سؤلي وتقول الدعاء ديالك وتقول أشنو بغيتي من صدر ربي لأنك خرجتي الورد ديالك بسم الله الرحمن الرحيم الكرامة ديالها والنعمة ديالها كبيرة عند الله مادام حطها في الصور بداية كل صورة عندها كرامات وعندها قوة في جلب الرزق وجلب الزوج وجلب الابناء واصلاح الابناء اي حاجه بغيتي في هاد البسملة لها عظمتها ولها قوتها ولها رحمانيتها ولها طاقه نورانيه عظيمه عند الله اول ما غادي تبداي تقرأها غتحسي بانك حسيتي بالراحه وثاني حاجه غادي تنعسي وغادي تحلمي بالامنيه ديالك ان شاء الله بحول الله وتعودي هاد ديرها مره في الأسبوع، مره في الأسبوع نفضل أنا خميس وجمعه، ولكن ما تفلتوش نهار الفجر، فجر العيد النبوي باش تاخذوا واحد الرحمانيات وتكمل الأمنيات وتكمل الرجاء، أما البنت اللي. سبقها يسبقوها بنات خالها الامنيات ديالها تحاول دير هذه الامنيات وتكتم امورها نحاولوا نكتموا الامور ديالنا نحاولوا حنايا اي حاجه درناها بيننا وبنفوسنا نكتموها كتمي امورك غادي تصيبي راحتك كتمي امورك و... ولا كانوا يحسدوك ديما نحاول انني ناخذ قطعه ناخذ قطع من أ... بلاستيك ونحط فيهم الاسماء ديالهم والملحة اللوحة في التلاجة باش يبردوا من جيتك آه شيء بسيط ولكن في نفس الوقت يعطي يعطي نتيجة بالنسبة للناس اللي عندهم اضرار من الناس اللي تيكونوا يضروهم اذا حبابي في الله صيغة كريمة هذه آه هاد الصيغة خدوها بعين الاعتبار وحاولوا ربي يوهب لكم آه ان شاء الله يوهب لكم كاع اللي لكم ان شاء الله اي حاجه بغيتوها في خاطر ديالكم الله هو المستعان الله هو الرحيم الله هو الجواد نتاكلوا على الله سبحانه وتعالى ومن بعد نشرب من نكمل العدد اللي قلت لكم نحاول أن هذا الماء نشرب منه آه نشرب منه نحاول انني نشرب منه ونخلي شويه منه ونبقى ندير فيه العطر ديالي نخلي نشرب منه جهد كاس او كاس ونحاول انني ندوز على الوجه ديالي وعلى اليدين ديالي وعلى الصدر ديالي وعلى الوجه ديالي ونخليه في القنينه نضيف ليه ماء الزهر نضيف ليه ماء الزهر ونخليه ك أه نضيف ليه ماء الزهر ونخليه أه نخليه قبول عام الوقت لاي بلاصه مشيت نحاول نديرو الوجه ديالي ولكن هاد حاولوا ديروها كل كل اسبوع حتى ربي غادي غادي يسهل ولكن حاولوا ديروها في وقت واحد كنت انايا الا أه بغيتو ديروها في ثلث الليل او مورا العشاء المهم يكون عندك وق وقت معين